في مناسبه عيد الاضحى وعلى غير المناسبات الدينيه كلها الاخرى وفتره العطل تكون واحد الاقبال مكثف واستثنائي على وسائل النقل العمومي للمسافرين، الامر اللي تيستوجب توفير وسائل نقل اضافيه لتلبيه الحاجه الاستثنائيه من التنقل. والتذكير خلال عيد الاضحى ديال سنه 22 منحت الوزاره 2512 رخصه استثنائيه اضافيه لنقل المسافرين. في هذا الصدد تقوم الوزاره في اطار المقاربه الاستباقيه لاعداد القبلي لعمليه نقل المسافرين بتوجيه دوريه الى مصالحها الجهويه والاقليميه باش تذكرهم بالمبادئ والتوجيهات الخاصه بهذه العمليه. اما بالنسبه للتعريفه ديال النقل، بغيت نذكر بان اسعار النقل العمومي للمسافرين هي اسعار مثقفه وليست محدده، وذلك منذ سنة 1996، وبالتالي فعندما ينخفض الطلب على النقل العمومي يلاحظ انخفاض في الأسعار يمكن أن يصل إلى حوالي 50% مقارنة مع السقف المحدد من طرف الدولة. وفي الفترات العادية وعند الذروة تتعود ترتفع الأسعار على أن لا تتجاوز التسعيرة القصوى المحددة بقرار لوزير النقل اللي ترجع لسنة 96 ولم تعرف أي ارتفاع بعد مرور 17 سنة. أما بخصوص الرحلات الاستثنائية المنجزة خلال الأعياد، يخول لشركة النقل الرفع بنسبة 20% من التعريفة القصوى لتلك الرحلات الاستثنائية بهدف تشجيعها على توفير خدمات نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ. من جهة أخرى وخلال فترة الأعياد تتم تكثيف المراقبة ديال أسعار التذاكر من طرف اللجان المحتتة لهذه الغاية على مستوى العمالة والأقاليم. على سبيل المثال خلال عيد الأضحى السابق حررت 21 مخالفة في هذا الباب بمحطة الضال البيضاء